ونبدأ نشرتنا الرياضية من تأكيد جاهزية الثنائي طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا لاعبي نادي الأهلي للمشاركة في ترتيبات أو تدريبات الفريق الجماعية مع بداية التحضير للموسم اللي جاي، وده بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي وحصول الفريق على فترة راحة طويلة قبل العودة واستئناف التدريبات الجماعية علشان يستعدوا لمنافسات الموسم اللي جاي. البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي هيعمل اجتماع بمعاونيه، وده قبل انطلاق المعسكر الأول في اسكندرية واللي هيستمر لمدة 8 أيام استعدادا للمرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية والمؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس سنة 2024. من ناحية تانية، المسؤولين في نادي بيراميدز أعلنوا تجديد عقد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وده لمدة 3 سنين جاية علشان يستمر مع الفريق لحد 2025. في كأس العرب للشباب اتأهل المنتخب الجزائري للشباب تحت سن 17 سنة للدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز اللي حققه على المنتخب التونسي بركلات الترجيح 3-1، وده بعد ما انتهى من الوقت الأصلي بنتيجة 1-1. في الدوري الإنجليزي فاز فريق مانشستر يونايتد على فريق ليستر سيتي بنتيجة 1-0، ده في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي فريق مانشستر يونايتد أصبح في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقط، وفريق ليستر سيتي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بس. نادي فولام الإنجليزي اتعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي المخضرم ويليام، وده في صفقة انتقال حر لمدة سنة، ورجع ويليام من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما لعب ضمن صفوف فريقي تشيلسي وأرسنال، وده في الفترة من 2013 ولحد 2021. وقال ويليام للموقع الرسمي للنادي: أنا سعيد لوجودي هنا وبالعودة للدوري الإنجليزي الممتاز. كمان نادي إيفرتون الإنجليزي أعلن عن تعاقده مع لاعب خط الوسط السنغالي إدريسا جاي بعقد لمدة سنتين تقريباً ليستمر في الفريق حتى عام 2024 قادماً من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وده خلال سوق الانتقالات الصيفية. في الدوري الإيطالي الممتاز فاز فريق أتلانتا على تورينو بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري. بالنتيجة دي أتلانتا في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقط وتورينو في المركز الثامن برصيد 7 نقط. خلصت أخبارنا الرياضية النهاردة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع زملائنا.